الموضوع الثالث على بالكم العدد اللي فات رحنا لاقصى الحدود الشرقيه للبير العاتر لولايه تبسه. تحيه الناس العاتر، ناس تبسه، ناس الشريعه، ناس العقله، ناس تبسه كل كيما راكم. اليوم جبناكم في تيار يسموه في تياره، تقرير جبناه من الزويه من روبان من الحدود القربيه نطلوا على وجده المروك. رحنا ضربنا دوره، هايلك بلديه الزويه، هاي قاعه العلاج، عفوا عزيزه المؤسسة العمومية دائرة قاعة العلاج الزوية. قاعة العلاج هذه الزوية دائرة بني بوسعيد جاية بالحدود تاع المروك. القاعة تاع العلاج فيها واقع 400 على 5 20 متر كاري تاع الدائرة. هاتلك تشوف هاي لي هاي القاعة تاع العلاج، ها مسامية البلدية، ها هاي قاعة العلاج دائرة يا عباد الله. مساكن كاين النساء اللي يوضعوا الحمل، يوضعوا الحمل في الطريق، ما يجوا يلحقوا التلمسان ولا مغنيه غير وضعوا الحمل في الطريق، في الطريق البراش ما تاع سيدي مجاهد وسيدي مبارك. ها هاي لك قاعه العلاج، قول هاي البلديه، هاي البلديه، هاي البلديه. ها يا عزيز احبس لهم الماتريكول، يعود يقول لك قاي هنا برك، احبس يا عزيز عاود رد لي رد. هذا زعما مستشفى، هاي قاعه العلاج، روح للمستشفى دركا زعما السلطات بنات مستشفى. المستشفى هذا عنده واقع ملعب له 5 سنين و6 ويتبنى، يبدلوا التواقي، يقلعوا الحطب، يديروا الالومنيوم، ومن بعد يقلعوا البيبان، عم جماعة يطلع خليه يمشي. خليه يمشي يا عزيز. هاو السبيطار لوبيطال عنده واقع 6 سنين، ياه 6 سنين وما المقاول ده لاقي رايو، ما كانش قاعد يهضر معاه، كي عاد في نقطة بالحدود يقول لك واحد يحوس علينا، داير راياتهم، هاو ليك الحطب، ها 5 سنين ولا حطب مليون. هنا دخلنا لداخل لا كاليتي تاع الخدمه ما كان والو، زيرو، الحيوط معوجين، كارلاج طاير، فايوس طاير. هاي البلديه، هاي بلديه زويه، شجو شجو الله يبارك، دورك داخل البتراء الاردن، دورك داخل مانهاتن، شجو شوف الفايوس، الموزايك، اللوانب، الموتورات، الحجره، لابيير، ماشي لابيير، لابيير ثاني تعود تقول النووي راه يجيب بيدونيه، جيب لي بيدونيه. هاي لك هاي البلديه، شوف خاصين عليها الملاير، الفايوس، الرخام، الدنيا، ولاد الزويه مساكن الهم اللي راه فيهم، حبسوا لهم الحدود، كانوا مولفينهم بالتهريب، كانتوا سامحين لهم التهريب، من المفروض انهم يديروا لهم حل في بلاصه التهريب، يديروا لهم كاش حاجه، ينشطوا لهم الحدود، خاطر هما الحارس الحدود تاع الصح، هما اللي يحمونا الحدود، ولاد الحدود، بغض النظر عن حرس الحدود اللي راهم دايرين مجهود جبار. هاي البلديه الغاز والورد الدنيا الخورطي، السبيطار عنده 6 سنين ولا 7 هو يتبنى ويتكسر، الجماعه عندهم قاعه. ماذا بكم يا جماعه السيلوالي تاع تلمسان ووزير الصحه والجماعه؟ تهلاو في جماعه الحدود، الناس راه مغبونين، راه عندهم نساء في الطريق يوضعوا الحمل، وشكاوا لنا ناس زويه، وتحيه ناس زويه، وناس سيدي مجاهد وسيدي مبارك، وناس الرمشي، وناس مقنيه، وبني واسين، وجيبها حتى الغزوات وبني صاد. المهم جماعه تاع السلطات هذه اللي راهي قابضه الدائره تاع الزويه، والمير تاع الزويه، والوالي تاع تلمسان، وجماعه تاع الصحه، هابطين كيما راكم، هابطين عزيز واطلق، يطلق عليا عزيز.